السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحيتي لكل الجزائريين والجزائريات داخل الجزائر وخارجها تحيتي لكل الأحرار في العالم بكل اللغات وبكل اللهجات أعذرني آه أيها الإخوة كنت نويت على جلب شندير ندير تسجيل بالصوت وبالصورة نظرا لظروف خاصة آه قررت أن أكتفي بالصوت فقط المهم ان شاء الله ستصلكم الرساله حبيت هذه المره هو ان اتحدث في موضوع نتاع محمد تملت اللي قيل من انه قتل واتحدث في المقابل حول موضوع نتاع رشيد نكاز اللي قال من انه تم نفيه الى فرنسا وابدا من نقطة البداية حول محمد تملت كاين زوج أشياء لازم نفرق بينهم حتى باش تفهموا المداخلة نتاعي فيه أشياء شخصية بيني وبين محمد تمالت وكاين أشياء عامة وأشياء من باب الإنسانية هذه نقاط لازمكم تركزوا عليها أشياء شخصية لأنه هذا محمد تاملت كان تربطني به علاقة في مدة ما وفيما بعد وقع فيه سوء تفاهم وتحول فيما بعد دخل فيه واحد نصاب مكلف بمهمة فيما بعد هو فجر هذه العلاقة بيني وبينه وفيما بعد دخلوا له راسه في حيط والنهايه نتاعو مع الاسف الشديد راكم شفتوها كيف كانت ماساويه بدايه كانسان هو راهو توفى الان راهو في دار الحق عند ربي مهما كان الامر بيناتنا ربي يرحمه والعزاء نتاعي للعائله نتاعو خاصه الوالده نتاعو ربي ربي ان شاء الله يطول في عمرها كون هو انه عندي والده توفات وانا ما حضرت لهاش كنت تتمنى هي انها تحضني فقط وتموت وانا كنت نتمنى فقط على جل باش نقبل الاقدام نتاعها وخلي نموت وللاسف الشديد توفات وما زلت بعض الكلمات ترن في اذني الى اليوم إذن من باب الإنسانية هو أنه العائلة نتاعو وخاصة أن الأم نتاعو يعني مهما كان الأمر بيني وبينه مهما حدث بيني وبينه من باب الإنسانية وخاصة ونحن مسلمين هو أنه أنا راني متعاطف مع الأم نتاعو وشي اللي بيني وبينه تنازلت من الحق نتاع المظلمة نتاعي وخليته لربي ووكلتو لربي ربي راه هو الحاسب نتاعو هو الرقيب نتاعو أه ولكن كاين فيه بعض الامور أه لازمكم تعرفوها حتى باش فيما بعد نوصلوا للقضيه هذه نتاع السجن نتاعو والكيفيه نتاع الوفاه نتاعو لانه هذا السجن نتاعو والوفاه نتاعو هي نتيجه احنا ما لازمناش نروحوا مباشره للنتيجه نبداو نناقشوا فيها وانما نناقشوا الاشياء اللي قبل اللي ادات محمد تملت وغيره الى هذه النتيجه الماساويه اولا هذا محمد تملت كيفاش انا عرفته كان هشام عبود الضابط السابق في الجهاز نتاع المخابرات نشر خبر على موقع نتاعو في الانترنت، الموقع هذاك اعتقد فيما بعد، يقول من انه علي بن فليس رئيس الحكومة السابق، يقول من انه تم التعيين نتاعو من طرف بوتفليقة بين قوسين كسفير في باكستان. وانا في حقيقه الامر ما هضمتش القضيه لما قريت الخبر في الموقع نتاعو ما هضمتش القضيه قلت انا مستحيل كيفاش هذا علي بن فليس هذا يقبل باش يكون هو سفير عند بوتفليقه كان ينافس فيه بين قوسين ومن بعد يقبل على جل باش يتعين هو كسفير في باكستان لو كان قال مثلا في فرنسا ولا امريكا ولا بريطانيا ولا قال في سفير في باكستان ما دخلت ليش في راسي انا قلت انا اذا كان الامر صح لازم الواحد ما يسكتش عليه كيفاش انا ابن شهيد ومن منطقه نتاع الاوراس ومن عائله ثوريه وكذا يقبل بهذه الاهانه المهم وخاصة انه هو اللي كان يرفع كما يقولوا الجبن نتاعو وكان يقول باللي راه يدافع على حقوق الانسان ويدافع على كذا وكذا, وكذا وكذا ودار الاستقالة في وقت ما وكذا ما دخلتليش راسي المهم انا اتصلت بهشام عبود قلت له دي الخبر هذا اللي راك اعلنته راك متاكد منه باللي علي بن فليس قال لي سبحان الله قال لي علاش انا نكتب خبرنا من هذا النوع هذا لو كان ما نكونش متاكد منه ودي قلت له بالك لا راك غلط بالك لا عود مش هو بالك لا قال لي قلت لك سبحان الله قال لي انا مسؤول على الكلام تاعي المهم زدت كانت واحد المناسبه هكذا اتصلت بزوج من الناس في نفس الموضوع واكدوا لي الخبر له ثلاثه وفي تلك المرحلة أنا ما كنتش على بالي بالخلفيات فيما بعد عرفت الشخص بالذات اللي سر بالخبر وعرفت الخلفية نتاعو باش فيما بعد فهمت أنا الموضوع هذه فيما بعد المهم أنا كتبت مقال كتبت مقال عن وانتو شيات من الأوراس وهذا الكلام راه مرتبط بالعلاقة نتاعي محمد تملت باش في فيما بعد تفهموها كتبت انا موضوع شيات من الاوراس وحطيت انا في بن فليس مهم هو قرا المقال و... وكان ماشي منه متاثر منه بشكل كبير وهذا التاثر المستوفي فيما بعد لما كلمني كلمني بالهاتف كان متاثر بشكل كبير آه بعد ما نشرت انا المقال هذاك تصل بيا هذا محمد تامل عن طريق البريد الالكتروني نتاعي كان منشور في عرب تايمز وقال لي باللي ودي المعلومات اللي راك نشرتها حول بن فليس راها معلومات خاطئه رديت عليه انا قلت له المهم اذا كان المعلومات هذه خاطئه انا راني مستعد على جل باش نعتذر لبن فليس إذا كانت تبينت بلي المعلومات خاطئة قال لي أنا راني نقول لك بلي المعلومات هذه خاطئة قلت له أنا المهم إذا كان عندك اتصال فليس أعطيني الرقم الهاتف نتاعو أنا نتصل به ونتأكد من هذه المعلومات بنفسي وإذا تعيل لي بلي راني خاطئ نعتذر له وكما يقولوا بلمزية نعتذر له لانه راني اسات ليه قال لي راني نقول لك باللي المعلومات نتاعك خاطئه وهشام عبود تم تضليله من طرف حزب الافافاس بعثوا له واحد عطالو معلومات ملغمه على جل باش هما يخرجوه كيما يقولوا اورجو قلت له انا المهم انا هذا الكلام هذا ما ما يدخلش في راسي انا الشيء اللي نحوس عليه هو انه علي بن فليس نتاكد منه باللي فعلا باللي خاطي ومن بعد سهل الامر قال لي روح للخبر الموقع نتاع الصحيفه نتاع الخبر وقول باللي راه قال لي محمد تملت كذا وانا تحمل المسؤوليه قلت له انا هذه ما تمشيش معايا انا هذه روح شوف مع كش ما جهه اخرى انا ما, تمشيش معايا هذه القضيه الا عندك الهاتف نتاعو اعطيه قال لي انا ما عطيه البريد الالكتروني قلت له صح أعطاني البريد الالكتروني نتاع علي بن فليس اتصلت انا بعلي بن فليس كتبت له رساله راهو علي بن فليس مازال وحيد يقدر يكذب الكلام تاعي وعندي ادله ما مانيش نتكلم من راسي هكذا عندي ادله ادله موثقه ماشي قال نهضر من راسي اتصلت انا بعلي بن فليس مهم قلت له باللي انا راني سمعت باللي راهو تم التعيين نتاعك في باكستان وانا راني كتبت مقال وراني قلت فيه بعض الكلام اذا تعين لي باللي الكلام اللي على اساسه راني انا درت هذاك المقال ووجهت لك هذاك الكلام انا راني مستعد على جل باش نعتذر لك وانا راني من العائله الفلانيه وراني كنت مع شخص الفلاني كنت في التنظيم الفلاني الى غير ذلك اتصل بي علي بن فليس عن طريق الهاتف كان في شهر رمضان سنة 2008 أعتقد اتصل بي علي بن فليس عن طريق الهاتف معك علي بن فليس قال لي كان غاضب لما تكلم معايا كان غاضب يعني غضب كبير قال لي بلي يعني ما كنتش انا ننتظر منك على جل باش خاصه انت قال لي لو كان درها لي واحد اخر قال لي ما يهمنيش قال لي انت ما كنتش انا حابك تسقط في هذا الفخ هذا وخاصة هو انه نعرف بعض الافراد نتاع العائلة نتاعك وعائلة مجاهدة وعائلة ثورية وكذا ما كنتش حابك انا تسقط في هذا الفخ قلت له انا على كل حال ما دام انت ذكرك تكلمت معايا وباللي ما راكش انت هو السفير اللي راهو تم التعيين نتاعو في باكستان يا خويا انا راني نعتذر لك وكما اعتذرت لك الان على الهاتف راني نزيد نعتذر لك بالصوت وبالصوره امام ربي وعباده لانه انا كتبت المقال عام وبالتالي لازم يكون الاعتذار تاعي عام قال لي انا لا, لا, داعي انا ما انا المهم حبيت باش نكلمك لانه راني نقدر العائله هذه و قلت انا كسر خيرك وقال لي باللي هذا اللي تم التعيين نتاعو هو راهو ابن عمو وفعلا تاكدت فيما بعد من انه ابن عمو هو كان فيه شخص آه يعني نعرفه التقيت به في مناسبة ما آه كان هو يخدم في المطار وكانت عنده معلومات هكذا والتقى بابن عمه موش علي بن فليس التقى بابن عمه وعنده شبه هكذا بيناتهم هكذا وهو فيما بعد قال باللي هو علي بن فليس وهيشام عبود كمل كمل فيها لا علينا مهم اعتذرت له انا وانتهى الامر بيني وبين علي بن فليس ودرت تسجيل في الموقع نتاع اليوتيوب الاخوه اللي كانوا ربما يتابعوا في القناه نتاعي على اليوتيوب راهم تابعوا التسجيل هذاك اللي درته انا على موقع نتاع اليوتيوب لخطر فيما بعد تم الغلق نتاع الحساب نتاع نتاعي عن طريق محمد تملت درك نجي القضية نتاع الاتصال تاعو فيما بعد وسوء التفاهم اللي وقع بيني وبينه قال التواصل بيني وبين محمد تملت قلت له انا بارك الله فيك يعني راني تاكدت باللي المعلومات اللي عطيتها لي معلومات حقيقيه وراه الان اكدها لي علي بن فليس وهذا موقف يشكر عليه لانه هو لما اتصل بي اتصل بيا كان هو قادر مباشرة يكتب ولا ولا يقول ولا هو لا هو اتصل بيا وهذا موقف يشكر عليه وموقف يحسب له في هذا الموقف بالذات كما يقول لك لا لا تبخسوا الناس اشياءهم لما تكون حاجه نتاع حق نقولوها ولما تكون حاجه نتاع باطل نقولوها المهم فيما بعد بقيت نتواصل انا وياه كلمني عن طريق سكايب وتعرفت على شخص نتاعو قال لي من انه راه كان طالب جامعي في بريطانيا وراه تلقى من منحة دراسية عن طريق الدولة وكان وراءها الجنرال كانت عنده علاقة بالعربي بالخير وعنده علاقة بجنرال علاقة عائلية مع واحد من الجنرالات اللي كان قائد القوة البحرية في الجزائر اللي راهو فيما بعد أو ترشح للرئاسة يقول له الجنرال يعلى حدثني على بعض الشخصيات السياسية من أنه التقى بهم في إطار الكتاب هذاك اللي داروا حول العلاقات الجزائرية الإسرائيلية وبعض الامور الشخصيه هكذا حدثني عليها اعطاني لمحه يعني على الشخص نتاعو هكذا وكذا وبقات العلاقه نتاعي بيني وبينه عاديه هكذا الى انه حدثته على باش نديروا حوار لانه قال لي باللي راهو لاجئ سياسي لاجئ سياسي فيما بعد بعد ما هو دار واسمو الدراسة نتاعو هذيك في بريطانيا بعد ما له المنحة الدراسية فيما بعد روح البلاد تعرفوا باللي علي بن فليس ترشح في سنة 2004 وفيما بعد هو ما وصلش للرئاسة مهم ربما وعدوه في تلك المرحلة حدثني من أنه كان عنده مشروع على جل يدير صحيفة روح البلاد من بعد ما خرجتلوش هذيك الاشياء اللي كان هو يتصور فيها ولا اللي وعدوه بها عاود هو فيما بعد رجع لبريطانيا وباش يرجع لبريطانيا ما يقدروش يعطيه له الوثائق هو طلب اللجوء السياسي طلب اللجوء السياسي كيف ما قال لي هو في المطار وفيما بعد تحصل على اللجوء السياسي اذا هو في المره الثانيه عاد بعد ما ما وصلش فليس وعاد بعد ما داروا هذاك القانون تاع السلم والمصالحه في الجزائر اللي داروا داروا بوتفليقه والجماعه اللي معاه لا علينا المهم درت انا وياه حوار انطلق في منتدى تاع بلا حدود بطبيعه الحال النصاب كان بالمرصد كان هو يتابع في الحوار وبطبيعه الحال اتصل به بال بها محمد تملت والان راكم تشوفوا راه بعض الامور توضح يوما في يوما اتصل به على كل حال وبعث له رساله باسم مستعار وغلطه وهو كان الهدف نتاعو هو انه يحدث خلاف بيني وبين محمد تملت وراه الان عند ربي وكي تهرب اليوم وين رايح تروح غدوه امام الاشهاد وانت تفضح امام ربي وعباده على الملأ وينك راح تروح تصل به بطبيعه الحال محمد تملت هو ربما ما كانش يعرفني معرفه صحيحه هكذا وربما دخل له الشك هكذا في راسه ونشوف سيدنا انا نقلب كان يعني هكذا مجرد واحد طرح سؤال هكذا ثم بعد كاين اخ راهو التسجيل مازال موجود في الموقع نتاع اليوتيوب لمن اراد ان يتاكد، راهو موجود بالصوت نتاع الاخ هذا من من باتنا تحديدا، كان يتابع في الحوار هذا. ايه المهم هو دخلوه في راسو باللي راه ناس يوجهولك لك في اسماء باسماء مستعارة وراهو نفس الشخص، يعني انا. المهم حدث سوء تفاهم هكذا بيني وبينه انا اضطريت على جل باش نوقف الحوار هذاك اللي درتو بيني وبينه لانه ما نحبش واحد انا يعطيني املاءات جد ندير معك حوار فيه اسئله جاوب عليها من حقك اذا كان اسات ليك والله اسات المعامله معك والله من حقك لكن هو انك تبدا تدخل انت في النوايا وتبدا تدخل انت في بعض الامور هكذا ما نقبلهاش خاصه لما تكون انت تمارس هذيك الامور يعني انت تتهم واحد تقول له باللي راك تتكلم باسم مستعار وانت تستعمل في اسم مستعار كيما النصاب اللي راهو مازال الى اليوم راهو مازال يستعمل في الاسم نتاع المستعار داير شخصية شخصيا على كل حال وقع سوء تفاهم هكذا وتوقفت انا وقفت الحوار وفيما بعد للاسف الشديد عوض هو انه تبقى الامور هذيك في المنتدى نتاع بلا حدود هو راح اثرها في الموقع نتاع اليوتيوب وحط فيا ليت وبعث له هذا النص برساله راه مازال موجود عندي النص نتاعها بالصوت محفوظ عندي وحتى انه في وقت من الاوقات طلب مني الاخ محمد العربي زيتوت على جل باش نعطي له نسخه وعطيتها له راها مازال حي راها مازال النسخه مازالها موجوده بالصوت تاعو تاع محمد تملت المهم غلطوا عطالو معلومات خاطئه من انه هذا الشخص هذا راهو كان فلاح وراه ما عنده حتى علاقه ب احمد طالب الابراهيمي وراه عنده اعاقه ذهنيه وراه يتلقى في في منحه وكلام كبير هكذا بطبيعه الحال انت لما تكون انت في وسائل الاعلام المفتوحه هذه مكش كيما نقولوا قال في منطقه وين انه ابناء المنطقه كامل يعرفوك يعرفوا الاصول تاعك ويعرفوك من تكون وكذا فيكم تعرفوا في هذه الفضاءات المفتوحه يدخلوا ناس باسماء مستعاره تاع المخابرات اللي راهم كانت هم تزعجهم بعض التسجيلات سيما ما تعلق بالشهادات يبداو هما يطعنوا فيك على جل باش يضربوك في المصداقيه يعني نتاعك وكان هذا هو الهدف لانه كان عارف باللي كي حكمته عرفتو باللي نصاب وكنت رايح نفضحو هو لازم يضربني في المصداقيه نتاعي على جل باش فيما بعد الناس ما تقبلش الهضره نتاعي هذا هو الهدف نتاعو الاساسي. على أي حال المهم طاح جابي واسمو محمد تامالت وفيما بعد انا على جل باش له باللي الكلام اللي راهو قلته راهو غلط كنت انا في تلك المرحله ما كنتش نعرف بعض كل التقنيات اللي في الموقع نتاع اليوتيوب يعني في سنه 2008 نشرت له انا التسجيلات التسجيلات نتاعو بالذات اللي دارها هو عليا نشرتها انا في الحساب تاعي وراهم اللي راهم في تلك المرحله كانوا يتابعوا فيها راهم شاهدوا واش يحكم يدير هو يتصل بالموقع نتاع اليوتيوب <applause> يطلب منه على جل باش يحذفوا التسجيلات نتاعي هذيك على اساس انه حق الملكيه يسب فيا هو عنده حق الملكيه نتاعو موقع نتاع اليوتيوب هما يتعاملوا مع هذا الامور آآ آآ رقميا لانه عندهم مواقع حسابات كثيره وبالتالي هما يتعاملوا رقميا يعني ما كانش قال مثلا واحد يحقق في القضيه والله لما يكونوا عندك ثلاثة نتاع لي سينيال هذوك يغلقوا لك القناة، غلقوا لي القناة، إيه دار العرس هو، لما غلقوا لي القناة. بطبيعة الحال أنا كنت غاضب لأنه عمل نتاع سنة أو سنتين يحبطوا لك هكذاك في رمشة من العين، كنت غاضب. درت المهم تسجيل أو تسجيلين راهم مازالهم موجودين، ووجهت له بعض الأسئلة وكانت تتمحور حول بريد الالكتروني اللي عطاه لي تاع النزار وحول اللقاء هذا اللي كلمتكم عليه عن طريق سكايب وبعض الامور المتعلقه بنا لي بن فليس وكذا وهو فضل الفرار فضل الفرار ما حبش يتجاوب وفضل يهاجمني باسماء مستعاره ومن بعد بطبيعه الحال دخل النصب على الخط بالاسماء نتاع المستعاره وكم تعرفوا وش داروا فيا فيما بعد في الموقع نتاع اليوتيوب صرت كذا وكذا 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 كله كذب وكله تبلعيط وكله قذف وكله تشهير وكله ظلم وكله بهتان ونلتقي ان شاء الله يوم القيامه وراه كل واحد ياخذ الجزاء نتاعو المهم انا شفتو ماشي هكذا شفتو باللي ما بان باللي باللي بلي انسان مريض ما مش انسان في عقله يدير هذه الاشياء هذه المهم حبست انا ما حبيتش انا نظل نكمل فيه وبقيت انا فيما بعد قلت انا النصاب هذا دوك مادام راه هو اللي بدا بيا ومادام وصل هو لهذا الامور دوك نوري له الزنباع ونسبع درت فيما بعد انا تسجيلات راني نشرتها لاحقا المهم وصل هذا بالاخ محمد تملت راهو عند الان عند ربي راهو في دار الحق وصل لاتهام نتاعي في العرض نتاعي الوالد نتاعي ربي يرحمه ما شفتوش ما حضرتش انا للجنازه نتاعو كان معلما للقران طيلة اكثر من 45 سنه وراهم اهل المنطقه نتاع برج الغدير يشهدوا له كبير وصغير رجل وامرأة ويعرفوه ويعرفوا السيره نتاعو ويعرفوا السيره نتاعي في المنطقه وصل به الامر هو انه يقول باللي ابن زنا وتوفات الوالده تاعي ولم يراعي الشعور تاعي هذاك لانه راكم شفتوا رغم الشئ اللي داروا فيا ولكن مع ذلك انا ابن عائله ومش من من الطبيعي هو انه ندير له وش وش دار لي والله العظيم ولا يوم استعملت اسم مستعار وقمت أنا بهذه الأشياء بل كنت بالصوت وبالصورة نواجهو هكذا ولم أقل فيه أشياء اللي تسيء للعائلة نتاعو بالعكس درك الوالدة نتاعو والله أنا متأثر منها لأنه أنا نعرف الوالدة نتاعي ونعرف كيما يقولوا الكبدة نتاع الأم ونعرف المعاناة نتاع الوالدين على الأولاد نتاعهم خاصة إذا كانوا في, في, في الغربة نعرفها لا علينا حتى باش ما يقولش الناس ها هو قال راهو يستغل في الامور عاطفيا والله هذه حقائق وراه ربي ان شاء الله راه يجي النهار وتبان هذه الامور المهم فيما بعد وقع اللي وقع هو راه كان في بريطانيا بعد ما دار اللجوء السياسي وكان يهاجم في مشغر انا هاجم ناس كثيرين وراه عنده صفحه نتاعو على الموقع نتاع اليوتيوب وصفحه نتاعو على الفيسبوك وبقى في تلك المرحله يهاجم في الناس الى غايه الوفاه نتاعو اذا كاينه فيه بعض الاشياء اللي شخصيه كاينه فيها بعض الاشياء اللي هي عامه حبيت على جل باش نحدثكم فيها على جل باش فيما بعد انتم تصنفوا هذا امر شخصي ولا امر عام الآن جول للقضيه نتاع السجن نتاعو ويا هل ترى الشي اللي راه كان يقوم به هو داخل في الإطار تاع حرية الرأي إلى غير ذلك من الأمور والمسألة نتاعو مع النظام وكذا الشي اللي كان يقوم به محمد تملك للأسف شديد لا علاقة له لا بالسياسة ولا بحرية الرأي ولا بالمسألة نتاع حقوق الإنسان للأسف شديد هو راه انسان يقول باللي كاتب وصحفي وراه عنده الماجستير هذا بالكلام نتاعو من خلال التسجيل اللي راهو دارو على منتدى بلا حدود اللي راهو درك راه موجود في, في اليوتيوب نتاع من هو محمد تملت وحذف منه العباره طلب مني الاخ نور الدين خبابه حذفها فيما بعد والنسخه الاصليه راه مازال عندي ما كان يقوم به هو قذف وتشهير ولما انا راني نقول في هذا الكلام حتى باش فيما بعد نشوفوا النتيجة اللي وصل لها وانا راني نقول في هذا الكلام احقاقا للحق لانه مش من المنطق هو اننا نعارض النظام نعارض الاساليب نتاعو نعارض السياسات نتاعو المنتهجه وفيما بعد يجي واحد يلعبها معارض والله يلعبها كذا ويبدا هو يقوم بنفس الاساليب او اشد وفيما بعد يلقى بعض المظللين وبعض المشعوذين حتى باش قال هذا السيد هذا راهو مظلوم اذا كان راهو النظام راهو ظالم ترى كيف كيف راك كنت تمارس في الظلم هذا خاوتك خاوتك اللي جزائريين خا واحد من خاوتك اللي عنده هو اكثر من 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 15 سنه وهو لاجئ يتعذب ما شافش الوالدين نتاعو وانت تطيح له وتسب له في والديه واش هو الفرق بينك انت وبين هذا الناس نتاع المخابرات والله هذ الناس اللي راهم في النظام يجي واحد من البلطاجيه يسبك قال هذاك راهو خالص عليها ولا راهو كذا ولا راهو كذا يجي واحد هو انه يدير روحه باللي راهو هو صحفي وانه راهو انسان مثقف ويقوم بهذه الاشياء ومش غير انا راه التسجيلات راه موجوده وصل الامر حتى للقرضاوي يعني اللي هو راه عالم مهما كانت يعني الاختلافات في بعض المواقف معه ولكن يبقى عالم شوفوا الكلام اللي راه قالوا فيه بالصوت وبالصورة راه منشور في الموقع نتاع اليوتيوب اذا هو الشيء اللي كان يقوم به لا علاقه له بحريه الراي وانما لست ادري واش هو الشيء اللي كان يحرك فيه يا هل ترى كانوا يعطيو له بعض المعلومات وهو من اجل تصفيه حسابات مع اشخاص لانه كان الناس لما توصل للعرض نتاعو يبطل ينسحب من اليوتيوب ولا من الفيسبوك يقول لك انا هنا سياسه على جال باش تبقى لهم هذه الامور يعني هكذا متاحت لهم لست ادري ان كان داخل في الاطار نتاع أه الاجنحه هذا الصراع نتاع الاجنحه قال لفائده جناح معين الى غير ذلك كم من الاسئله اللي راه يجي النهار لانه في ظل هذا النظام هذه الحقائق ما تبانش لما يجي نظام واحد اخر يتعرفوا هذا الناس اللي كانوا مكلفين بمهمه في الخارج من الاعلاميين ومن الساسه ومن الضباط هذو اللي بعثوهم للخارج يتعرفوا يتعرف هذه الامور كامل ويتعرفوا هذ الناس اللي كانوا يديروا لهم في الملفات نتاع الابتزاز وكانوا كانوا هما دايرينهم تحت الضغط من اجل الوصول الى امور معينه المهم هذا محمد تاملت فيما بعد اعلن مؤخرا في الصفحة نتاعو من انه راهو يحوس يعاود يرجع للجزائر بشكل نهائي، كان رجع في وقت سابق والتقى مع الاخ نتاعي وحدثوا عليا، والاخ نتاعي راه مازال حي، اللي راهو الان محامي في الجزائر، حدثوا عليا وحتى فيما بعد لم يكتفي بالمهاجمه نتاعي بل وصل الامر للمهاجمه نتاع الاخ نتاعي، بعد ما التقى به. وصل انه يهاجمه جا قال لي باش نرد عليه قلت له ديما ترد عليه ما, ما خلي عليه راه ربي يسلكو واذا التقيت به راني نسلكو راني يعني قلت له ولما كان حي ونقولها الان في آه وهو ميت ولو كان التقيته لو كان سلكته على اي حال المهم آه قلت له انا ما ظلت به فيه ما خلي عليه راه ربي يسلكو ودعيت عليه راه ربي يشهد دعيت عليه لانه كان يهاجم فيا وكان يقول في بعض الامور راه ربي على بالو بها على كل حال المهم لما هو دوك تكلم هذا الكلام في الموقع نتاع الفيسبوك بعد هذيك التسجيلات اللي كانوا يدير فيها راه الصفحات نتاعو مازالها موجوده كاين بعض من الناس يقول لك اذكروا محاسن موتكم واش من محاسن تتحدث عليها يا صاحبي شوف تدخل للصفحه نتاع وتشوف واش كان يكتب في الاعراض تاع الناس مازال موجوده راهو دوك راهو امام ربي راهو المواقع في اليوتيوب وراه المواقع في الفيسبوك وروح دخل وشوف بعينك واذا كان عندك اقل تخدم فيه اذا كانك مسلم اذا كانك منصف اذا كانك تتبع الحق روح تبع هذا لا يعني من انه النظام راهو على الحق النظام راهو ظالم ولكن انت راك تعالج في ظلم بظلم وبظلم اكثر منه انا نعرف في بوتفليقه نعرض في سلال نعرض في يحيى نعرض في التوفيق نعرض في طرطاق نعرض في القايد صالح نعرض في فلان نعرض في فلتان نعرضو للسياسة نتاعو واش دخل العائلة نتاعو في الموضوع وحتى إذا كان دخلت العائلة نتاعو في الموضوع إذا عندك ملفات انت راك تقول بلي صحفي أنت راك ماكش إنسان قال واحد ما عنده حتى علاقة بالصحافة تراك إنسان صحفي دير عمل صحفي عمل صحفي مبني على وثائق مبني على ادله واكتب وراه يا سيدي حنا نقرضفوا كيما يقولوا نتحيولك قال والله السيد هذا كان يقوم بعمل مهني وكان ما شاء الله نور الصحافه ونور الراي العام واستطاع من خلال العمل نتاعو الاحترافي كذا لا تسيء للعائلات هكذا قال ربي راه يقول لك لا تزير وازره وزر اخرى ربي راهو قالك لك افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون ربي راهو يقول فيها تا واحد راك ضده بوتفليقه كان البارح يتشرف يقول باللي انا التقيت به وانا هدرت معاه وكذا ومن بعد ذكى يبعث له رساله هكذا كي يسبوا في في الاخر في 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 الريبوندور البارح كنت مع عندك علاقه مع العربي بالخير راس الاجرام في الجزائر وذركا قال معارض المهم هو بعد ما قام بهذيك الاشياء وقال باللي راه هو راجع للجزائر سؤال اللي هو يطرح نفسه علاش رجع هو اذا كان راه هو وصل الى هذا المستوى من الحد يعني في الخوض في الاعراض تاعو وين راك رايح يعني انت لما راك رايح للجزائر هذا الناس اللي كنت انت تخوض في الاعراض نتاعهم سواء كانوا من الجيش ولا من الشرطه ولا من الوزارات رايحين هما يرحموك احنا عندنا قاعده فقهيه معروفه عند الناس يقولك ما بني على باطل فهو باطل تا هذا الباطل انت هذا اللي كنت تدير فيه ورايح لعندهم تتحدى فيه من بالاضافة الى انه كان مريض حسب المعلومات انت عنده السكر مروح لوين مدي روحك كل... انت لما الانسان يروح الوحش ومن بعد يقولوا بلي هاو ظلموا الوحش تاركه رايح شكون هو اللي قنعوا على جلب يروح حسب الراي نتاعي انا هذا... هذا مجرد راي يا. مش معلومات كما كنت نحكي لكم فيها هذا راي حسب الراي نتاعي انا اعتقد من انه القناه نتاع الخبر الكابيسي هذيك لماذا لانه لما اعلن بال... باللي راه تم القاء القبض عليه شفنا من انه قالوا باللي هذا راهو مراسل تاع الكابيسي ما كانش هذه ما كانتش معروفه بالاضافه الى انه ظهر في اخر ظهور اعلامي بينته قناه النهار كان بجانب وزير الداخليه راه صوره منشوره نشرها هو في الصفحه نتاعو قبل ما يلقيو القبض عليه لانك باش انت تروح لوزير داخليه موش اي انسان يجي يحضر ثم كان ي... كان تابع الجهه وظهر ثم وش العلاقه نتاع ل... 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 المجيء نتاعو ولا العوده نتاعو ب ما ما كان يجري حول ربراب وال... والخبر وش العلاقه نتاع الموضوع هذاك وتاع الجنرال توفيق، أسئلة دور حول الموضوع. لأنه الآن راني كنت نسمع في بعض العملاء اللي راهم موجودين منهم اللي في فرنسا وفي بريطانيا يخدموا مع الأجهزة نتاع الأمن. كان منهم اللي كان يلوح له في راسه في حيط. كان منهم أنا كاينة بعض الأمور اللي نتفق معاه فيها هذا محمد تامل لكن هو تم الاستغلال تاعو. تم الاستغلال تاعو. كانوا يقولوا حلو في في راسه في حيط بل منهم حتى اللي كان ربما يكتب في التقارير عليه ودوك الان دارو رواحهم باللي راهم شغل راهم معاه كيما يقولوا في البيت لما كان حي كان مشتاق الحبه ولما مات داروا له عرجون حسب الوجه نتاع النظر تاعي كان هو تابع الجهه تابع الجهه معينه سواء بعلمو ولا بدون علم نتاعو راه ربي على بالو به هو إذن لما لقوا عليه القبض كان قادرين هما لما يدخل يحكموه في المطار علاش ما حكموش في المطار؟ لو كان هما جاو معولين على جل باش يقتلوه مباشرة لو كان مباشرة لما دخل حكموه في المطار له فرصة ومن بعد هو زاد واصل في الهجوم نتاعو من الجزائر وكانه كان يتحدى في هذا الناس واخرتها الحديث نتاعو كان حول الجيش حتى باش ما يغلطوكمش باش ما تروحوش ضحيه نتاع تظليل تاع هذا الناس كان حول الجيش تحديدا حول القايد صالح وحول الجنرال راهو سماه راه في المنشور تاعو الاخير كان هو اخر منشور نتاعو حول الجيش بعد نشر هذاك المنشور الغدوة هزوه الغدوة هزوه من بعد رك لما الدواء انت وش طامع انت ناس اللي انت كنت تدخل في الاعراض نتاعهم وفي الاعراض نتاع العائلة نتاعهم واش راح تنتظر منهم راح تنتظر منهم هو انه ثم يتلقوك بالورد ويجيبوا لك بناتهم واش راح تنتظر هذا هو الشيء اللي وصل له درك هذو ناس هذو موش ما انت باللي رام على حق والله المعاملة اللي عملوها بها راه على حق راه ظالم مع ظالم في اثنين لو كان درك هو راهو كان يقوم بهذاك العمل عمل قال مثلا عمل مهني والله العظيم غير نتحيولو كما قلتها ونعاود نكررها في في اي في اي مكان ولكن للاسف الشديد ما كان لا ملتزم بالمهنه نتاعو ولا اسمه لست ادري انا يا هل ترى كان يعاني من مرض نفسي يا هل ترى كان يعاني من الشعور هذاك نتاع العظمه هذاك لست ادري ربما كانت عنده علاقه مع بعض الشخصيات بحكم القرابه نتاعو لست ادري درك هو ثم لما دخل للسجن بطبيعة الحال نحن نجهل فيما بعد التفاصيل داخل السجن نجهلوها ما عندناش معلومات معلومات اللي ربما ضئيلة كانت تنقل عن طريق المحامي أو ربما تنقل عن طريق واحد من العائلة نتاعو خوه ولا الناس اللي كانوا ربما يزوروه ولسنا ندري الوضعية اللي لقوه فيها لما دخلوهما للسجن او للمستشفى اللي كان فيه لسنا ندري تفاصيل هذيك المهم هو الشيء اللي على بالي به انا هو كان مريض بالسكر والانسان لما يدير اضراب عن الطعام بطبيعه الحال رايح يتاثر كنت نتبع في واحد واحد كتب مقال هكذا والله العظيم راهو موجود في بريطانيا والله العظيم لو كان هذا الانسان هذا والله ما يحشمش قسما بالله غير فضحه امام الراي العام والله الكلام اللي قالوا عليه على هذا محمد تاملت لما كان حي والله العظيم غير مانيش عارف كيفاه من بين الاشياء دوك على بالي باللي راهو يسمع فيا من بين الاشياء اللي كان يقول لي فيها على محمد تملت كان يحدث فيها على امه والان دوك دار باللي راهو يدافع عليه وكذا وكذا لما كان حي وفي بريطانيا واحد من الناس اللي كانت عندهم علاقه مباشره بالقنصليه قاعدين يتجروا بالدم نتاعو هو راحوا دفعوه براسو دفع الثمن وهما دوك حابين يصنعوا اسماء من خلال بكاء تاع التماسيح اذا هو راح فيما بعد دفع الثمن درك هذ الناس اللي راهم درك هما قاموا بهذه الفعله هو انه دفعوه قال مثلا فرطوا فيه هو راه كان مريض بالسكري هو راه ما حبش ياكل كان دير اضراب عن الطعام وكان يقولوا له باللي راك مريض دوك هذيك المسائل نتاع اننا نقولوا باللي راه تعرض الكذا وتعرض الكذا كش ما عندك ادله الناس هذو راه هو كان يخوض الاعراض نتاعهم راه معتادوا على العرض نتاعو والله عملوه بمثل المعاملة اللي كان هو يعامل بها في الناس هو راه يتحمل المسؤولية تفهم فيما بعد هو راه يدفع الثمن درك يا هل ترى هذ الناس هما راهم كانوا على الحق راني قلت ونعاود نكرر من انه هو ظالم وهما ظالمين في اثنين في اثنين كانوا ظالمين الشيء اللي كان يقوم به هو لا تقره القوانين ولا تقره الشرائع السماويه ونفس الشيء بالنسبه لهم هما هما راهم ظلمه هذو ناس راهم اغتصبوا الاراده نتاع راهم الكثير من الحرائر والاحرار اللي اغتصبوهم كثير من الصحفيين اللي قتلوهم كثير من الناس اللي اختطفوهم بالتالي واش راح تنتظر انت من هذا الناس اللي هما كانوا يعذبوا في الناس وقتلوهم تحت التعذيب واش راح تنتظر منهم انت هو راهو يتحمل جزء من المسؤوليه لانه راه هو القى بنفسه التهلكه هو راهو دا روحو ونعود ونعاود نكرر من انه هذا الكلام اللي راني نقول فيه هو احقاقا للحق هو راهو احقاق للحق هذا مكان الكلام اللي راني نقول فيه هو راهو احقاق للحق دروك نجيو هذا رشيد نكاز رشيد نكاز هو اعلن في وقت سابق من انه راهو في فرنسا طلبت منه السلطات الفرنسيه على جل باش يمضي بالاثنين والخميس هذاك لم تاعو راهو منشور بالصوت وبالسرعه واعلن باللي راهو راجع البلاد. وطلب على جلبش باش يلتقيوه في المطار سؤال مطروح درك هذا رشيد نكاس راهو قال باللي السلطات الفرنسية طلبت منه على جلبش هو يمضي الخميس والاثنين هذا الكلام تاعو راه منشور بالصوت وبالصورة وقال باللي سلال و... ويحيى هما اللي وراء هذا الإقامة الجبرية بين قوسين حتى لا يعود إلى الجزائر هذا كلام موره منشور بالصوت وبالصورة السؤال يا هل ترى هو عاد إلى الجزائر ولا لا, لا؟ عاد وطلب من الناس على جلبة باش يلتقيوه في المطار كش ما شفتوا واحد رئيس حكومة ولا شخصية من الشخصيات الكبار من الزعماء التاريخيين مثل بن بلة اي تحمد طلبوا على جل الناس يستقبلهم في المطار راكم شفتو مؤخرا هذا عبد الحميد الابراهيم اللي كان هو رئيس حكومه كان وزير اول لما عاد سمعوا به الجزائريين والجزائريات عن طريق قناه النهار سربوا الخبر تاعو هذاك راحوا ليه لقوه برا في الطريق صوروه ما سمعش به ميم با الناس اذا هو ما هو الهدف نتاعو من هذه الشوشره اللي دارها المده الاخيره هذه وقال من انه راهو تم النفي نتاعو كلمه النفي ربما تحق علم الناس اللي راهم في بوركينا فاسو مثل هذاك احمد سي وواحد من الاخوه اللي راهم موجودين معاه هذوك اللي نفاوهم داوهم من فرنسا ودوهم البركين فاسو عندهم اكثر من عشرين سنة تحق كلمة النفي الناس اللي دوهم من الجزائر ودوهم الكاليدونيا الجديدة نفي يعني يهزوه ويحطوه في مكان كذا ويقطعوه على العالم لا عنده جواز سفر ولا يتحرك ولا كذا هذا هو الانسان المنفي سيد جابوه وباللسان نتاعو يقول بلي كان في السياره نتاع الشرطه ودوه للمقهى وجابوله له المقروط المعسل ودوه في المطار وفيما بعد اعطوله الهاتف نتاعو اللي فيما بعد هو دار به البث المباشر البث المباشر هذا من فيه بالهاتف نتاعو لو كان جاو هذو الناس راهم داروا له لي مينوت نحاولوا الهاتف نتاعو نحاولوا الكواط نتاعو وقال راه مدوه في منطقة واحد ما, ما راهو سامع به وين راهو السيد هو علاش داروا له هكذا هو لما عاد للجزائر كان ينتظر في بالو باللي دوك الناس كزعيم في المطار الشرطه كانوا له بالمرصاد فوتوا عليه الفرصة هذيك نتاع اللقاء مع الناس اللي كانوا هما حابين باش يتلقاو به لأنه هو كان يستغل فيها إعلاميا آه عن طريق وسمو ويوجه في الرسائل كل مرة يختار موضوع مثل هذه نتاع بوشوارب ولا نتاع سعداني ولا نتاع ويحيى ولكن الحديث لا هو لا سعداني ولا على ويحيى ولا كذا كله يسمح للناس على جال باش هما ينشروا في الغاسل تاعهم واحد عنده قضية شخصية واحد كذا واحد كذا واحد كذا, وحد كذا. وهذا لا يعني من انه راهو النظام راهو على الحق راهو نظام على ضلال نظام فالس نظام فاسد راهو الخاص والعام على بالو بها علاش حنا ما نطرحوش السؤال نقولوا حنا بلي هذا راشد نكاز راها وضعاته في فرنسا تحت الرقابه لانه هو راه يقوم بهذاك التخليص نتاع الغرامات هذوك اللي راهم يديروا فيها هما المنقبات علاش حنا نربطوها بأو وبسلال؟ لماذا؟ علاش ما نقولوش باللي فرنسا وراء هذه المسألة هذه نتاع الرقابة نتاع هو من حقها لأنه هي راه تعتبر من أنه هذا الناس راهم متطرفين وراهم خارجين على القانون وراهم دايرين هما قانون اللي يمنع هكذا علاش ما نقولوش حنا باللي هو راهم تحت الرقابة بخصوص هذا الموضوع لماذا؟ لأنه هو يستغل في هذه الامور ويحول فيها سياسيا لصالحه وللاسف الشديد يعني مع الاسف الشديد كثير من الشباب مستعملهم هو واحد لابسيكولوجي ومؤثر عليهم بها مثل هذاك الانسان اللي يروح للمحل التجاري يشري حاجه بدون ما يفكر يعني يجي يلقى البائع هذاك في الباب يأكله هو بالهضره اهلا واش راك صافا واش نخدموك اخويا منا مرحبا نساعدوك راها مازلت حاجه ما بقاوش منها بزاف هي كذا منا يقول بو يشري هو بدون ما يفكر من بعد لما يخرج هو من المحل التجاري يبدا يفكر يقول لك والله العظيم انا احشها لي هذاك البائع هذاك بعد سي طار ياكلك بالهضره هو كان يستعمل في هذا البسيكولوجي وخاصه ما تعلق الامر بالعاطفه لانه كاين الناس اللي راهم قارين لبسيكولوجي في هذا الموضوع وهذا الامر هذا نتحدث فيه من منطلق بحث في هذا الموضوع مانيش نتحدث فيها هكذاك من راسي ولا راني نحلل والله من منطلق بحث هو يستعمل في هذه الامور من اجل التاثير على الناس اللي راهم معاه وراقبوا شوفوا تلقى التسجيل نتاعو لا الموضوع راه واضح ولا كاين منهجيه في الكلام نتاعو ولا كذا كله من اجل تجييش العاطفه من اجل اللعب على العواطف نتاع الناس من اجل استغلال هذه القضيه دوك نقول لكم علاش هو دار هكذا هو لما عاد اذا الى الجزائر الشرطه كانت له بالمرصاد في المطار ما خلاهوش يستغل هذه الفرصه فوتوها عليه فيما بعد كان هو داير في باله على جلبه هو يحرك الشعب كامل باش يحركوا يروح من ثم في المطار يلتقيه الالاف المؤلفه كما كان دير في حساباته من خلال التجميع نتاعهم عن طريق نتاع أهله ورواه الصور وكذا ويلمهم يلمهم ثم فيما بعد لما هما منعوه خلوه فوتوا عليه الفرصه هذيك باش هو فيما بعد راح راح للجامعه نفس الشيء كان ينتظر هو في الخروج تاع الجامعه نتاع باب تعرفوا راه اعداد كبيره من الطلبه ثم يستغل هو في ذاك التجمع هذاك على جال باش هو فيما بعد زادوا فوتوها عليه من بعد كان رايح حب يستعمل نتاع المطار ينوض الشعب ومن بعد في الجامعه على جال باش هو يروح انت على القبائل اللي يلقى خلاص راه الشعب كل راه معاه ثم من بعد هما منعوه خاصه منطقه القبائل منطقه حساسه وفي خاصه في هذا الوضع هما حابين يتحاشاو على باش هو تنفجر الاوضاع ولا تنفلت الامور من يديهم وهو كان يقوم بعض الاشياء مع على بالوش هو بالتبعات نتاعها هو راه في باله يلم الناس برك وخلاص كي يقول لهم هو يلا روحوا روحوا تروحوا روحوا تروحوا راه لما تنفجر الاوضاع ياسين الكاز ما تحكم فيها لا انت ولا غيرك راه الـ الـ الناس بالقوه نتاع الدبابه وتاع كذا وتشوف الامور كيف راه انفلتت في شحال من دوله لما انت تخرج الناس للشارع مش كيف ما لما ترجعهم ماشي كيف كيف من بعد هما داروه تحت الرقابه بقاو يتبعوا فيه تبعوا فيه على جال باش يمنعوه هذا هو الاخر المساله وين الدور على جال باش يمنعوه ما يخليوش الناس الدور حوله باش ما يستغلش هو هذاك الامر ويبقى هو يبث في هذاك المباشر من اجل التاثير على البقيه قال الناس اللي راهم ثم في باب الواد يلحقوا والناس اللي راهم ثم في بوزرعه يلحقوا والناس اللي راهم في البيار يلحقوا وكذا هو هذا هو الهدف تاعو على جال باش يلم الناس هما كانوا يقطعوا له في هذاك التواصل مره على مره على جال باش هما يسيروا هذيك الحركه اللي راهو هو حاب يديرها كيف ما مخطط لها مهما خلاهوش يمشي درك هو لما اصيب بالخيبه لانه هو كان داير حسابات من بعد راحوله كان يقول لكم باللي الجزائر عندها 85% ديمقراطيه كان يقول لكم باللي هو راهو عفا يعفي على هذا السراقين يعفي عليهم وفي نفس الوقت اذا نهار طول هو سبيتش بال بريم سلال وبوشوارب وسعداني ويعزي راه هو يعزي على السراق الاربعين على جال باش يخلوه يوصل هو للحكم يعزي لهم ويعطيو له الحكم اذا هما كانوا يراقبوا فيه من بعد خذوه ودوه للدار تاعو وحطوه تحت الرقابه باش ما يخلوهش يتحرك ما يخلوهش يبوجي هو راه اعلن بالصوت وبالصوره باللي راهو يعاود يرجع بالخميس على جال هو يمضي درك هو كان دير في باله على جال هو لما يرجع للجزائر رايح يعلن على الترشح نتاعو وباش تفهموا كأن بعض الامور قانونيه ربما بعض الاخوه ما, ما, يعرفوهاش خاصه من الشباب اللي ما عندهمش الالمام بهذه الامور السياسيه ما يعرفوهاش نبهوا ليها فقط الانسان اللي هو يحب يترشح باسم حزب الحزب نتاعو هو اللي قدمه بينما الانسان اللي هو يحب يترشح بطريقه حرة لازم له توقيعات والتوقيعات دوك الانسان اللي راه هو مسجل مثلا في الشلف وراه هو البطاقة نتاع الاقامة نتاعو في الشلف ما يقدرش هو راه يترشح في ستيف لازم يترشح في المنطقة نتاعو هو وين راه مسجل مسجل في المنطقة نتاع الشلف بالتالي التوقيعات نتاعو لازم يلمها في الشلف يعني غدوة لو كانت تزيد صرالو خيبة نتاع امل في المنطقة نتاعو في الولاية نتاعو الناس واش رايحين يقولوا؟ هذا الانسان اللي هو كان يقول لكم باللي راهو لم التوقيعات على المستوى الوطني ما قدرش يلم التوقيعات في الولايه نتاعو يقولوها ولا ما يقولوهاش بالتالي هو راه راح يتصفع صفعه كبيره وهو عرف باللي السلطة راها رايحة تكون له بالمرصاد خاصة الناس في المنطقة نتاع الشلف من الناس اللي راهم عاشوا الويلات في التسعينات كاين اللي ربما يلتقي معاه أو يتقهوى معاه أو يعرس معاه لكن لما يتعلق الأمر بالتوقيع لما يروح يقول له لا لا خويا أنا ما نعطيكش توقيع خطر عليه يخاف على روحه خاف لا يقول لك أنا غدوة يتابعوني ولا يحطوني تحت الـ المجهر ولا كذا ما نوقع له ما من, من التوقيع نتاعي يشوفوه اذا هو راه رايح يصاب بخيبه واش دار هو دار هو على جل باش يخرج من هذيك الورطه اللي لقى روحو فيها باش يهيئ الناس فيما بعد من فرنسا من انه راهو تمت المضايقه نتاعو في الجزائر وراه منعوه في الجزائر على جال باش هو يقدم في روحه كمرشح من فرنسا هذا اللي كان يقول لكم باللي انا دفعت الجنسيه دفع الجنسيه وروح البلاد وراهو قاعد يحوس يقعد في البلاد ويترشح في البلاد وكذا اذا هذه هي المساله اللي كانت تدور حولها هو انه يعلن البش هو يعلن وهذا الكلام راني قلته قبل ما يعلن هو روحه في باللي راهو راح يترشح من فرنسا في ليون هذا الكلام راه موجود في الصفحه نتاعي في الفيسبوك لمن اراد ان يطالعه هذا الكلام راني قلته هذه هي المسألة هو راهو يستغل في الناس من أجل المانيبيلاسيون على جل باش يمانيبيليهم راكم شفتوا استغل القضية تاع شارلي ابدو قال باللي السيد هذا هو راهو عرض على جل باش يشري شارلي ابدو باش يخلي الوسائل الإعلام تاع كامل تتحدث تتحك تتحك عليه واستغل القضية تاع الخبر في المسألة هذيك نتاع ربراب هذيك نفس الشيء عرض روحه على جل باش كذا والقضيه هذه نتاع الاخيره كما شفتوها في نتاع سويسرا راح للسكن هذاك اللي شراه ادريس الجزائر اللي لما كان الممثل نتاع الجزائر في الامم المتحده شراه حسب المعلومات اللي عندي استقيتها من واحد اللي يسكن ثم في المنطقه ثم وعنده علاقه ببعض الناس ثم قال لي باللي شراو هذيك السكنه هذيك وهذيك المساحه شراوها من عند واحد مواطن هكذا ثم في سويسرا لفائده الجزائر لانه هما في السفاره يسلكوا الكرا يعني تخيلوا انتم هذوك واحد يروح يكري محل تجاري في منطقه راقيه جدا شحال يسلك يعني تفضل انت هو انك تشري مقر او تبقى تسلك في الكراء بالعمله الصعبه بالملايين تاع الدولارات هو ما المقر هذاك درك فيما بعد يا ترى يعني كانت فيه نيه على جال المقر هذاك يديه ويحيا والله يشريه والله كذا هذا الكلام يطلب وثائق يطلب وثائق وهم راهم دايرينه باسم الجزائر راهم ثم هذا ليس دفاعا عن النظام الجزائري انا راني معارض للنظام قبل ما يظهر هذا رشيد نكاز وهذا محمد تملت كنت معارض للنظام ولا زلت معارض للنظام ويكفي هو انه عندي تقريبا 16 سنه ما روحتش البلاد ولكن ما يجيش واحد انا يستقبيني ولا يجي واحد انا يستغلني على جال باش هو هو راه يخدم في النظام وفيما بعد يدير روحه باللي راهو ضحيه تركت تخدم في النظام انا راني نعرض في سلال نعرض السياسه نتاعو نعرض المشروع نتاعو عرض بوتفليقه نعرض السياسه نتاعو نعرض المشروع نتاعو داير لي نتاع عنوان هذا فلان وفلان هذه فضيحه بنت سلال هذه فضيحه كذا وقاعدين تستغلوا في العواطف نتاع الناس من اجل التجييش نتاعها لفائده من لفائده من هذا الطريقه نتاع انتقام هذا الطريقه نتاع تصفيه نتاع حسابات وحنا ما نحوسو هو انو ندخلو في هذا اللعب لانه غدوه لما تصرى تصفيه نتاع الحسابات ها وضرك هذا محمد تملت هذا ها وضك دخلت في الاطار نتاع التصفيه نتاع الحسابات ها مصفوا الحساب تاعو معاه فيما بعد لو كان درك غدوه يخرجوا الناس للخ... للشارع وتولي فيه تصفيه نتاع الحسابات وين رانا رايحين؟ هذا الناس اللي راهم يدعيو للتصفيه نتاع الحسابات راهم يقدموا في الجزائر المحرقه وحنا رانا نحوسوا على مصالحة حقيقية حوسوا هو أنه تتعالج هذه الأمور في الجزائر بشكل تدريجي وبشكل نهائي حابين نخرجوا من هذا الانتقام هذا حابين نخرجوا من هذا التصفية نتاع الحسابات وخابين نخرجوا من هذا الاستغلال هذا اللي راه موجود مرة أخرى كل مرة تجي قضية كل مرة تظهر قضية يحاولوا يركبوا عليها من أجل ت... ت... تضغط على على هذو الناس اللي راهم في النظام من اجل بقى عن طريق القضيه نتاع محمد تملت والناس اللي كانوا يموتوا اللي كانوا يغتصبوا فيهم والناس اللي اختطفوا بالالاف مازال ما ظهرش المصير تاعهم علاش ما تحدثوش عليهم اذا كنتوا فعلا راكم تحوسوا على الحقيقه وكنتوا فعلا تحوسوا على المصلحه نتاع الشعب هذو ما مش بني ادم هذو ما عندهمش عائلات يستغلوا في هذه القضيه وغيرها من القضايا كلها من اجل على جلبه شو ما يحقوا المارب نتاعهم هذه باختصار المهم اتمنى هو ان راني افدتكم في هذه القضيه ان شاء الله هو انه الجزائر تخرج من هذه الازمه نتاعها ان شاء الله هذ الناس اللي راهم في السلطه او الناس اللي راهم في المعارضه راهم يتعظوا من هذه الامور انا تحدثت في هذه القضيه من اجل اخذ العبره ما تحدثت فيها على جل باش انا نستشفى في هذا الاخ والله نستشفى في العائله نتاعو والله في كذا وراه ربي عالم تحدثت فيها لانه في غياب اعلام نزيه في غياب اعلام مستقل تكثر القلاقيل وتكثر الناس اللي راهم في الصحافه الاغلبيه نتاعهم يخدموا مع الجهاز تاع المخابرات وما يقدروش هما يخوضوا في بعض القضايا لانه راهم تحت الابتزاز وكذا الناس اللي راهم في السلطه هما راهم يستعملوا في هذيك سياسه الصم والبكم راهم ماشيين الامور تاعهم ما على بالهمش بها وراه عندهم الوسائل نتاع الضغط على جلبهم باش هما الناس وهذا راهم يستعملوا في هذا الشوشره من اجل تضليل الناس مش من اجل خدمه الشعب الجزائري احنا حابين نخرجوا من الازمه حابين نخرجوا من هذا هذه القضيه نتاع محمد تاملت فلتكن قضيه نتاع تحقيق وتكون فيه لجنه مستقله ولكن في اعتقادي في ظل هذا النظام ما تقدروا توصلوا الحقيقة لا نتاع محمد تاملت ولا نتاع محمد بوضياف ولا نتاع حشاني ولا نتاع زيد ولا نتاع عمر في ظل هذا النظام وفي ظل هذا التصفية الحسابات راه الجزائر رايحة رايحة للأسوء لذلك حنا نطلبوا من كل الجزائريين والجزائريات هو أنه تاخذوا الحذر نتاعكم ليس كل ما يلمع ذهب ما لازمش يغروكم ما لازمش يغلطوكم احنا رانا نمشيو مع الحق حق اذا كان محمد تملت راهو على الحق احنا نوقفوا مع الحق مش مع محمد تملت اذا كان راه بوتفليقه على الحق احنا نوقفوا مع الحق مش مع بوتفليقه اذا كان نكاز راهو مع الحق احنا نوقفوا مع الحق مش نقف مع نكاز اما الوقوف مع الاشخاص راهو ما يخدم لا الجزائر ولا يخدم الحقيقه نمشيو مع الحق لما يكون الحق مع فلان ولا فلتان احنا نمشيو مع الحق لما يكون ضده احنا نمشيو مع الحق هذه هي النظام راه معروف مش محتاج على جال باش الناس تحكي عليه راه الافعال نتاعو تحكي ولكن في نفس الوقت ما يجيش حنا واحد ايه يستغبينا هذه باختصار الكلمة نتاعي إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته